وللحديث عن تداعيات تمرد قوات فاغنر الروسية على كل من روسيا والعالم ينضم إلينا عبر سكايب من موسكو الكاتب والباحث السياسي الروسي ديمتري بريجع. مرحبا بك معنا. تحياتي لكم للسادة المشاهدين. إذا لا يزال تمرد فاغنر قبل فترة يلقي بظلاله على الرغم من مرور ما يقارب أسبوعين على ذلك الحادث، هل تعتقد أن الأزمة سيكون لها عواقب على عمليات موسكو في الشرق الأوسط؟ أعتقد لا، أعتقد بأن تمرد قوات فاغنر في أوكرانيا وحتى القوات الموجودة التي تم أخذها من ما يسمونه في روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وذهابها إلى روستوف نا دونو وسيطرتها على روستوف نا دونو وبارونيش وبعدها محاولتها الزحف نحو العاصمة الروسية موسكو وفشلها بسبب أن يفغيني بريغوجين وجد لغة دبلوماسية لغة الحوار مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والذي يريد أن يستفيد من يفغيني بريغوجين وقوات فاغنر في بيلاروسيا، وهناك معلومات بأن قوات فاغنر سوف يكون لها قواعد في بيلاروسيا وهناك دواعي أمنية لتواجد قوات فاغنر، لا سيما بأن لا ننسى بأن في السابق كانت هناك أزمة لاجئين والآن يبدو بأن قوات فاغنر لها دور معين للنظام السياسي في بيلاروسيا والذي يواجه مشاكل داخلية سياسية، وكانت هناك احتجاجات ضد ألكسندر لوكاشينكو، ويبدو بأن أيضا ألكسندر لوكاشينكو خاف من أن تحدث هناك حرب أهلية في الداخل الروسي بين القوات المسلحة الروسية وقوات فاغنر، ولكن هو وجد حلا بأن يأخذ قوات فاغنر ويفغيني بريغوجين إلى الداخل البيلاروسي لمهام معينة. أعتقد بأن بكل تأكيد تمرد قوات فاغنر سوف يسبب بعض المشاكل للنظام السياسي في روسيا، سوف يغير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعضا من خططه. لا ننسى نحن على أعتاب الانتخابات الرئاسية العام القادم في شهر مارس، وهنا أيضا الانتخابات المحلية في شهر سبتمبر، فإذا ما تحدثنا عن نشاط شركة فاغنر في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لا أعتقد بأنه سوف يؤثر تمرد قوات فاغنر في الداخل الروسي على نشاط شركة فاغنر خارج الأراضي الروسية، ولا سيما بأن لا يوجد هناك أي تغييرات كبيرة لنشاط الشركة خارج الأراضي الروسية. لا ننسى بأن شركة فاغنر خارج الأراضي الروسية تعمل في مناجم الذهب وحقول النفط، تؤمن، لديه اتفاقيات مع حكومات محلية في ليبيا مع خليفة حفتر، في السودان كانت مع عمر البشير، وأيضا في سوريا مع نظام أو مع بشار الأسد. فبكل تأكيد هناك هذه التفاهمات لن تختفي، ولكن يمكن أن يتم تغيير الاسم أو ربط نوعا ما قوات فاغنر مع القيادة العسكرية الروسية والقوات العسكرية الروسية الموجودة في الشرق الأوسط. ماذا عن تماسك القوات الروسية على الجبهة الأوكرانية، ولا سيما أن فاغنر كان لها دور كبير في المعارك؟ بكل تأكيد ذهاب قوات فاغنر أو اختفائها من المعركة في أوكرانيا قد يؤثر على نشاط القوات الروسية وعلى خطط القوات الروسية، لأن لا ننسى حتى بتصريحات رسمية من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وقال يتحدث بأن قوات فاغنر هم متدربين، هم محترفين في القتال، هم متقاعدين سابقين من القوات المسلحة الروسية وحتى من الاتحاد السوفيتي، لديهم خبرة في حرب الشوارع في قتال الشوارع، داروا حرب الشوارع في سوليدار وفي باخموت، سيطروا على هذه المناطق. فبكل تأكيد ذهاب قوات فاغنر وذهاب محترفي قوات فاغنر من المعركة إلى بيلاروسيا أعتقد بأنه سوف يؤثر، ولكن هناك جزء منهم من يوقع اتفاقية أو العهد مع القوات المسلحة الروسية، وبذلك هو سوف يكون في الجيش الروسي في القوات المسلحة الروسية. ولكن يجب أن نفهم بأن ليس من سهل لقوات فاغنر والذين هم من بعض منهم من سجناء سابقين أن يكونوا جزء من القوات المسلحة الروسية، ولا سيما بأن نعم هناك الآن القيادة العسكرية الروسية سمحت بجلب جنود من السجون، وهذه نقطة أيضا مهمة يجب أن نفهمها من التحولات التي تحدث في الداخل الروسي، التحولات التي حدثت في 2020 التعديلات الدستورية 24 من فبراير عندما بدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وبعد خرجت روسيا من المعاهدات الدولية والاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. فبكل تأكيد روسيا الآن تتغير، هناك تحولات سياسية، هناك انتخابات رئاسية، وقوات فاغنر التي هي غير قانونية وفق الدستور الروسي هي غير قانونية وغير معترف بها وفق القوانين الروسية، لا يوجد لها أي ترخيص، أصبحت يمكن القول
هو رقم اثنان او جيش رقم اثنان في الداخل الروسي، يمكن المقارنه بالاحداث التي تحدث الان في السودان عندما كان هناك حرب الان بين القوات المسلحه السودانيه والمجموعات الاخرى. فيبدو بان بكل تاكيد تمرد فاغنر غير كثير من الخطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغير من استراتيجيات يعني النظام السياسي في روسيا. نعم سيد ديمتري، موقع أتلانتيك كونسل الأمريكي المعني بدراسة العلاقات الدولية يرى أن قدرة موسكو على السيطرة على فاغنر في أوكرانيا باتت محل شك، هل تعتقد أن هذه مبالغة أمريكية أم هناك جزء من الحقيقة في هذا التصريح؟ أعتقد بأن هناك مبالغة. الولايات المتحدة الأمريكية تضخم الأمر، دائما يتم الحديث بأن النظام السياسي في روسيا سوف يسقط، بأن العقوبات الغربية سوف تغير من استراتيجيات فلاديمير بوتين، سوف تغير من سلوك فلاديمير بوتين. من عام 2014 عندما ضمت روسيا لشبه جزيرة القرم كان هناك سياسة للعقوبات والضغط على الاقتصاد عبر الاقتصاد الروسي على النظام السياسي في روسيا على مقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن لم يحدث ما كان يريده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو بأن استراتيجيات دول الاتحاد الأوروبي حتى في دعم أوكرانيا بما يخص الهجوم المضاد وأيضا العقوبات الغربية لم يغير الكثير، بالفعل لم يتغير الكثير، لم نرى أي مفاوضات وأي تغييرات كبيرة في رؤية الكرملين تجاه الملف الأوكراني، بل العكس نحن نرى مزيدا من التصعيد، استعمال وضع أسلحة نووية في بيلاروسيا نووية تكتيكية، أيضا بولندا الآن بدأت تطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك سيناريو تصعيد. نحن الآن يعني لا نرى هذا السيناريو، ولكن هناك سيناريو تصعيد وحرب شاملة إذا لم تفهم الدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بأن فلاديمير بوتين لن يتوقف في أوكرانيا ولن يغير من رؤيته تجاه الملف الأوكراني. نعم طيب ماذا عن مستقبل العلاقة بين الحكومة الروسية وبين فاغنر بعد ما جرى مؤخرا؟ هل تعتقد بأن بوتين سيمرر ذلك مرور الكرام كما يقال؟ أعتقد نعم، لا يوجد سيناريو آخر. الآن بوتين أعاد المبالغ التي تم سحبها من إيفغيني بريغوجين، كنا ننسى بأن أجهزة المخابرات الروسية أخذت شاحنه او سيارات كانت فيها اموال ليفغيني بريغوجين في مدينه سان بطرسبورغ في المركز لشركه فاغنر في مدينه سان بطرسبورغ، الان تم اعادتها. اولا نذكر في السابق عندما كان هناك خبر بان يعني سوف يتم ملاحقه يفغيني بريغوجين، بعدها راينا بان فلاديمير بوتين الغى فكره ملاحقه قوات فاغنر وزعيم شركه فاغنر ورئيس شركه فاغنر يفغيني بريغوجين. يبدو بان سوف يتم غفران ما فعله يفغيني بريغوجين وقوات فاغنر، سوف يغفر بوتين ما فعله يفغيني بريغوجين ضد القوات المسلحه الروسيه وضد القياده العسكريه الروسيه. هذا السيناريو وارد لان هناك مصالح للكرملين من تواجد قوات فاغنر في الشرق الاوسط في القارة الأفريقية، لهم مهام أساسية مهمة اقتصاديا، هي شبكة لقوات مختلفة موجودة في عدة دول، هي شبكة مالية أيضا متعلقة بعدة دول أيضا عربية ولديها تفاهمات مع دول عربية ومع حكومات محلية. فأعتقد بأن ليس من السهل التخلص من هذه الشركة بسهولة لأنها مهمة في الوقت الحالي. نعم، ولكن كيف يمكن ضمان عدم تكرار ما حدث؟ أعتقد يعني الآن هناك خيارين لدى قوات فاغنر، أولا البقاء في ما يسمونه في روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتوقيع اتفاقية وتفاهم مع القيادة العسكرية الروسية وضمهم وضم قوات فاغنر إلى القوات المسلحة الروسية، وخيار الذهاب إلى بيلاروسيا حيث سوف يكون هناك يفغيني بريغوجين. وأعتقد في نهاية الأمر حتى من يذهب إلى بيلاروسيا في نهاية الأمر إما سوف يتم إرساله إلى الشرق الأوسط أو إلى القارة الأفريقية، لأن هناك مهام حتى الآن لشركة فاغنر في القارة الأفريقية في الشرق الأوسط، وهناك تفاهمات وهناك اتفاقيات برمت لسنوات عدة مع الحكومات المحلية في هذه المناطق. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي الروسي ديمتري بريجا، كنت معنا عبر سكايب.